مرحبا، معكم نتالي العزة من مركز الخوارزمي، واليوم الفيديو خاص بكل الطلاب اللي حابة تدرس بجامعات حكومية باسطنبول. فإذا أنت من هدول الطلاب بليز كمل مع الفيديو، بس أول شيء بليز تعمل لنا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك وإنستغرام تحت بصندوق الوصف بتلاقيهم، وغير هيك كمان بتلاقي اللينك تبعنا للي حابب يستفسر أكثر. اليوم أنا رح أحكي عن السنة التحضيرية اللي بتكون قبل ما تدخل على أول سنة جامعة بالجامعات الحكومية بتركيا. هلا السنة التحضيرية بيكون فيها تدريس جزئي، لازم تدرسوا فيها يوس وتومر. هلا شو هو اليوس؟ يوس هو امتحان اي كيو ومات، يعني رياضيات وقدرات. هلا بهذا الامتحان معتمد من جميع الجامعات هون بتركيا، ويعني ما بتقدروا تفوتوا على اي جامعه حكوميه بتركيا الا مع هذا الامتحان. على اساس هذا الامتحان بتحدد اي جامعه رح تدخل واي تخصص رح تدخل. هلا نحن هون بمركز الخوارزمي بنقدم دورات لهذا الامتحان من قبل 7 سنين تقريبا، والدوره تبعتنا بتستغرق 6 شهور تقريبا، وغير انه في شهرين زي مراجعه وفيها امتحانات تجريبيه للطالب. بهاي الدوره بنكون مخلصين حوالي 5 كتب تتعلق بمادة اليوس كاملا. هلأ المرحلة الثانية من قبولك للجامعات الحكومية هو في امتحان اسمه امتحان التومر، اللي هو امتحان لغة تركية. هذا الامتحان بيستغرق مدته تقريبا من 6 شهور وسنة. وبالنسبة لهذا الامتحان اللي هو امتحان التومر، بتفرق أسعاره للكورس تبعه أو للدورة تبعته من معهد لمعهد أو من جامعة لجامعة. بجامعة كرشم تقريبا $1,000 أو $1,200، بجامعة فاتح $1,000، وعندنا بالمركز نحن بنقدمه $500. هلأ شو رح تسألوني؟ أنت أفضل وقت نبلش بالدورات؟ أفضل وقت إنك تبلش بالدورات بشهر 9، يعني مع العام الدراسي الطبيعي. بس إذا صار في تأخير بسيط ما في مشكلة، بس هذا أفضل وقت مشان ننجز أكتر وننجز أحسن ويكون معك وقت أكتر إنك تدرس. هلأ طبعاً رح تسألوني شو تكلفة السنة التحضيرية أو شو بكلفوا هدول الدورات. هلأ دورة التومر بتكلف $500 ودورة اليوس بتكلف $500. وإذا حابين تعرفوا أكتر عن أبديتس وأشياء زي هيك، إحنا دائماً بننزل على الفيسبوك والإنستغرام أبديتس عن اليوس والتومر وإمتى ببلشوا وإمتى بينتهوا. هلأ خلال دورة التومر واليوس اللي هم مدتهم 6 شهور، بصير بعد هدول 6 شهور في شهرين تحضيري للطالب وامتحانات تجريبية لحتى الطالب يقدر يقدم بالجامعة اللي بده إياها والتخصص اللي بده إياه وينجح بالتومر واليوس. وهلأ طبعاً السؤال رح يكون إنه أنا وين بدي أسكن وشو مشان الإقامة التركية؟ هلا نحن مركزنا بيساعد الطلاب على انهم يقدموا على اقامات بتركيا، وكمان احنا رح نساعدك انك تلاقي بيت قريب على المركز لحتى يكون المواصلات سهله عليك. هلا شو هي الاوراق المطلوبه لحتى تقدم بالدورات عندنا؟ فقط المطلوب هو صوره عن جواز السفر، واذا الطالب تحت ال 18 يفضل انه يعمل لنا وكاله لحتى نعرف نقدم له على اقامه. هلا انا هون بكون وصلت لاخر الفيديو، وان شاء الله اكون اجاوبت على كل اسئلتكم. ولو في استفسارات تانية يا ريت تتابعونا فيسبوك وانستغرام او تتواصلوا معنا على فيسبوك وانستغرام. مع السلامه، بشوفكم بفيديو جديد بمعلومات جديده عن الدراسه بتركيا.